وعلى فكره يعني عشاق النادي الاهلي في كل مكان، كل واحد فيهم على حده ليه شكل يعني معين للاحتفال. الناس احتفلت بكل الاشكال اللي ممكن حضراتكم تتخيلوها، بمن فيهم الشيف خالد عبد الفتاح صانع بيتزا النجوم في الغردقه اللي كنا استضفناه مره من فتره في 10 الصبح في الاهلي، احتفل هو كمان بفوز النادي الاهلي وعلى طريقته الخاصه جدا طبعا من خلال البيتزا اللي هو ايه دي ملعبه في الاحتفالات. رسم صوره النجم محمد عبد المنعم على اخر بيتزات عملها، وقال انه بيهني طبعا كل العاملين في القطاع السياحي في الدوله، وكمان بيهني النادي الاهلي وجماهيره في كل مكان على الفوز بهذه البطوله الغاليه. انا فاكراه الشيف خالد جالنا قبل كده من سنتين يمكن ورسمنا على بس قال لنا ما تاكلوهاش. ومعنى ما كانهاش احنا نفذنا طلب. انا فاكره وقتها قال لنا لا يعني ما تاكلوهاش، هي كانت ناشفه شويه علشان بس طبعا هي فكره حلوه وتالنت حلوه ان هي تبقى عند حد كمان ومن مشجعي النادي الاهلي بشكل كبير، بتبقى لذيذه يعني حاجات زي كده. في ناس كتيره كمان بالمناسبه بتبعت لنا على السوشيال ميديا، بص في فنانين كتير، في ناس طبعا عندها مواهب كتيره جدا وبيعشقوا النادي الاهلي فبيستغلوا المواهب بتاعتهم دول في حاجه ليها علاقه باللعيبه او حتى بالمذيعين في قناه النادي الاهلي. بالمناسبه كلها بتبقى حاجات يعني فعلا والله نفسي من كم الناس اللي بتبعت لي حاجات على تويتر بجد فيري تالنتد نستضيفهم هنا من الحاجات الجميله اللي بيعرضوها، اللي بيرسم اللعيبه بشكل حلو، اللي بيعمل بالخشب بالتماثيل خشب اشكال اللعيبه، بجد حاجات ممكن نعملها والله الفترات اللي جايه.